السؤال ديالي وهي النسبة المثالية للسكر والملح اللي يعني هاد الرياضيين هادي خدهم يتمتوا لي باش ياخذوهم. وشكرا استاذ. هي الطرفية بمعنى انه التعب الطرفي. كاين عوامل عصبية، بمعنى عوامل عصبية هو انه كنعرفوا بانه هذاك نقل الرسائل العصبية على سبيل المثال ما بقاش كتنقل ليه، كذلك نوعية الحركة على مستوى الدهن ديالو باش يقوم بها. لماذا؟ لأنه ناتج على نقص بعض العناصر الغذائية. كاين النظرية المركزية اللي كنسميوها على سبيل المثال هو نقص كذلك اللي كيكون عندنا واحد لافاتيك كنسميوها لافاتيك سنترال، هو بما نسمي كذلك التعب المركزي. وشنو هو؟ زيادة السيروتونين اللي هي واحد المادة اللي كيصنع لنا المخ كذلك يقوم بتصنيعها عبر الجهاز ديال الأمعاء. حنا كنعرفوا بأنه السيروتونين بالدرجة الأولى هي اللي كتعطينا بالنسبة للهرمون ديال السعادة، هي اللي كتعطينا الراحة النفسية والتوازن المزاجي على مستوى الأمعاء. عندما ملي كتولي عندنا عدم الراحة النفسية والتوازن المزاجي اش كينقصنا؟ كينقصنا واحد الحميض اللي كنسميوه حمض تريبتوفان. هذا حمض تريبتوفان يعني موجود خضروات خضراء وموجود كذلك في الشعير البلدي. بهذا المعنى هذا هو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة نصليو عليه هو كان دائما يوصي بالتلبينة. لماذا؟ لأن فيها حمض تريبتوفان. أنا بقيت نعقل الطبيب اللي كان رافق الفريق الوطني رافقه وكان قال لهم بهذا المفهوم راه عطيناهم البلبولة وتفهمت بفهم بلدي لدرجة أن سولوني ناس عبر الهاتف وعبر القنوات التواصل الاجتماعي قال لي يا دكتور بما أنك أنت مختص بتخصيص هذاك الدكتور شو بغي يعني بالبلبولة؟ كلمة ديال اللي راه بغي يعني بها حمض تريبتوفان اللي هو ستيميلاتور ديال السيروتونين، هو واحد الهرمون ديال السيروتونين، هي الهرمون المسؤول على الراحه النفسيه والتوازن المزاجي وكتعطي القوه. قال لي كان يشرحها بهذه الطريقه، كلمة ديال اللي هو بسطها وقال البلبوله، ولكن كان عليه يعطيها بطريقه علميه حتى ان الناس استوعبها بهذا المعنى هذا. اذا باش ما نطيلش عليكم، اذا هذا تعريف بسيط على التعب. اشنو هو التعب؟ انواع ديال التعب عندنا بما نسمي التعب العقلي او التعب الذهني. كيحدث هذا التعب اساسا في الجهاز العصبي المركزي، بمعنى ان المخ بصفه رئيسيه، وهذا كيحدث عند اللعابه ديال السطرنج اللي كيبغيو يوظفوا يعني الذهن ديالهم بواحد القوه في اطار وجد واحد الحلول، وكتوقع لجوج الناس في كره القدم، كتوقع الدومي سونتر وكتوقع لافا سونتر. يعني على سبيل المثال كتوقع على سبيل المثال الهداف. لماذا؟ ملي كينفرد على سبيل المثال كيدخل مثلا 16 متر سيكونت كيولي هنايا كيولي كيخدم عده سيناريوهات في اطار باش يوصل للهدف ديالو. هاد السيناريوهات كلهم كنسموه حنا لي فونكسيون فاريابل. هنا لي فونكسيون فاريابل كيعطيو لي زيتا غوسوف دو سون سيرفو، بمعنى كيخدم المخ ديالو بواحد القوه. بهاد المعنى هذا باش يكون عنده على الاقل 4 سيناريوهات باش يبلغ الهدف ديالو، اما كيكون تكتيكي اما كيكون استراتيجي على المدى البعيد. هذا وهنا كيتعب، كيتصاب بالتعب. لماذا؟ لانه دائما كيبغي ينجز 5-6 ديال الحلول. بحال مثلا ملي كناخذوا لعاب على سبيل المثال يعني واصل ناخذوا ميسي، حنا ماشي بالضروره حتى نديروا له اشهار، ولكن هو يشهر نفسه بنفسه. بهذا المعنى ملي كيكون غادي يشد الكره عنده عده سيناريوهات. فهمتي بهذا المعنى؟ كتقول لكم وصاص فيه علاش ما كتمشيش ليه الكره؟ بهذا المعنى، ولكن راه ما عندوش سيناريو واحد. علاش؟ لماذا؟ لانه ما كيخدمش لا فونكسيون بينار، هو ما كيخدمش الدهن ديالو. بهذا المعنى انه اما لاطاك ولا رفيت، اما مثلا ينصب الهدف او اللي يخليها تمشي. فهمتي بهذا المعنى هذا؟ حنا كنسميوها لا فونكسيون بينار، كيتسموا لي زيتا ليميتون دو سيرفو، سو كيف هذا ما كيتعبش ذهنيا. اذا التعب الذهني كيصيب اللاعب احيانا ملي كيولي كيخدم عده سيناريوهات في ان واحد في واحد اللحظه وجيزه. بهذا المعنى هذا، وهذا هو كذلك عنده تغذيه ديالو خاصه.